أستاذ هيثم، هبدأ مع حضرتك وطبعا شرفتنا ومنور مصر ويعني ضيف عزيز على قلبنا، وبكرة مباراة مهمة جدا بين الأهلي والمريخ، ولكن خلينا نبدأ من بداية القرعة. يعني عايز أعرف كده كان إزاي استقبلته والجماهير المريخ السوداني استقبلت القرعة بتاعة دوري أبطال أفريقيا، وإن النادي الأهلي مع المريخ السوداني في المجموعة. بالتأكيد المريخ عاد للوصول لدور المجموعات بعد غياب 3 أعوام متتالية، خروج متكرر من الأدوار الأولى. يمكن المريخ هذا الموسم حقق نتائج باهرة، وصل لدور المجموعات عن طريق إنيمبي النيجيري بطل أبطال أفريقيا في أحد من النسخ. يمكن أي فريق وصل من الـ8 فرق الوسط أو 16 فريق الوصل، هو كل أندية صعبة، لكن أن تقع في مواجهة بطل النسخة الأخيرة أهلي القرن، فريق ممثل القارة في كأس العالم للأندية، يمكن هي برضو قرعة صعبة بجانب وجود سيمبا التنزاني وفيتا كلوب الكنغولي، ولكن من يسعى إلى البطولات يجب أن لا يهاب أي فريق. ولكن هو لقاء فرصة للقاء مع الأشقاء في مصر، قمة وادي النيل. نتمنى التوفيق لكل الفريقين وأن يصل المريخ والأهلي المصري إلى الدور الثاني إن شاء الله.